اهلا وسهلا خواتاتي. المهم اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه اللي كترجع الوجه كيشعل وكيلمع الا كنتي غدا معروضه ولا كنتي مسافره ولا كنتي خارجه ولا هذا وبغيتي الوجه ديالك يكون يعني كيشعل ومجبد بحال المرايه كما كتشوفي بلا ماكياج بلا حتى شي حاجه. الوجه ديالك كيولي مرايه كيشعل وكيتصفى وكيولي غزال. كنت حطيت لكم الفيديو البارح فيه العراضه وفي هذه الوصفه اللي درت انا ملي كنت غدا معروضه. درت هذه الوصفه اللي غتشوفوا معايا اليوم. كما قلت لكم الفيديو اللي حطيت لكم البارح فيه الوصفه وفيه العراضه جاني عليه كوبي رايت جاني عليه حقوق الطبع فداك الشيء علاش مسحته اضطريت باش نمسحو ما عرفتش علاش. قلت انا بلا ما يخسر لي القناه اللهم نمسحو ونتهنى وكان باقي عندي الفيديوهات ديال الوصفه بوحدهم. غادي نحط لكم الوصفه ان شاء الله دابا غادي نعطيها لكم وصفه اللي زوينه بزاف اللي هي مكون واحد اللي هو الروز الابيض من اروع ما يكون للوصف البشره البنات كيرجع لك البشره ديالك غزاله كتلمع ومجبده كما قلت لك. الا كنتي غدا معروضه او مسافره او عندك شي مناسبه ديري هاد الوصفه ديال الروز وعاد سيري العراض ديالك وتشوفي اللي شافتك غتسولك على البشره ديالك كتبان مرايه وكتشعل. انتم البنات هنايا سلقت الروز داك الروز البيض العادي مع بناتي دارهم كرشهم وسلقت لهم الروز باش كتجمع لهم شويه جاهم الاسهال وسلقت لهم الروز باش شويه الروز كيجمع لهم الكرش كما كتعرفوا. صافي عطيتهم كلاو وهذا الماء ديال الروز اللي صفيت هذا ملي تسلقوا الروز ضروري ما ديروش فيه الملح البنات باش هذاك الماء ديالو اللي كيتسقطر منه بحال هكا الا بغيتو تعطيه لوليداتكم او ديروا داك الروز البيض الاخر في مثلا في شلاضه ولا في شي حاجه. المهم تسلقوا الروز ما ديروش فيه الملحه باش هاد الماء ديالو كيولي ملي كيتصفى كيولي بحال ما هكا بحال الكريم. هذا راه مفيد بزاف بزاف البنات للبشره للشعر كيعطي واحد اللمعان للبشره وكيرطبها وكيبيض البشره وكيرطب الشعر زوين بزاف. كما قلت لكم ملي تكونوا تسلقوا في الروز ما ديروش فيه الملحه الا كنتو باغيين تصفيوه ما ديروش فيه الملحه باش داك الماء ديالو كتستافدوا منه كديروه في شي قرعه ديال الدجاج وكديروه في الثلاجه كتبقاو تستعملوه ديروه لشعركم ديروه للوجه ديالكم زوين بزاف اليدين الرجلين زوين يرطب وكيبيض. المهم ها نتوما شفتوا انا راه برد دابا خليته تسقطر وبرد مزيان. ها نتوما شوفوا كيولي بحال الكريم شفتوا ها نتوما البنات ها نتوما كيولي بحال الكريم. هذا راه الخبراء ديال التجميل كيقول لك خصك تصايبي الكريم ديال الروز فانتيا ما غتحتاجيش باش تبقاي تصايبي فيه يعني باش ترطبيه في الماء وتبيتيه وتطحنيه وتاخدي الكريم ديالو وديري عاوتاني فوق البوطه كتكوني بحال ما كسرق الروز كما قلت لك وكتصفيه وكتاخدي هاد الكريم ديال الروز هذه كتسمى كريمه ديال الروز. صافي دابا هاد الروز هذا غادي نديرو فواحد السوبيره ونديرو في الثلاجه مره نبقى نعطي منه لبناتي ولا نديرو لهم بحال هكا مع الحليب ولا اللي بغاو. وهذا غادي ناخذ منه باش غادي نديرو على الوجه ديالي لحقاش اليوم غدا معروضه. انا غندور الكاميرا ونديرو معاكم على وجهي ان شاء الله. ها نتوما البنات انا غادي ناخذ منه بحال هكا ناخذ منه عاده ندير هادشي اللي بقى عندي غادي نديرو في واحد القرعه ديال الدجاج ونديرو في الباب ديال الثلاجه. ها نتوما البنات غادي نديرو اليدية ونديرو الوجه بحال هكا. الا بغيتو هاد الكريم ديال الروز بغيتو تزيدوه معاه اي زيت باش كيعطيكم واحد اللمعان للبشره ديالكم انا غادي نديرو غير بوحدو. بغيتو تزيدو معاه زيت الزيتون واحد القطيره ديال زيت الزيتون اولا قطيره ديال زيت السمسم اللي هو الجنجلان اولا قطيره ديال زيت زيت الكوكا اللي بغيتو. انا غنديرو غير بوحدو غادي ندهنو على الوجه ديالي. المهم انا غندور الكاميرا. اهلا وسهلا خواتاتي كديري لاباس عليكم صحتكم مزيانه. المهم كما شفتوا هاد الكريمه ديال الروز زوينه بزاف 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 غزاله للبشره. انا يلاه دوشت ودورت الباتشر شعري ماشي يلاه دابا تقريبا شي ساعتين هادي باش دوشت ودورت الباتشر شعري على هاد الجهه وعاود دورت ثاني على الجهه الاخرى شوفوا سميتو العكسه كي دايره. المهم وجهي راه نقي يلاه خارجه كما قلت لكم من الدوش. دابا غادي ندير هاد الكريم ديال الروز لحقاش كما قلت لكم غدا نمشي معروضه غدا معروضه ان شاء الله اليوم انا وبنياتي وراجلي وغادي ندير هاد الكريمه ديال الروز باش كتعطينا واحد اللمعان للبشره البنات كتولي البشره ديالك كتبان كتحمق. غادي ندير الوجه وندير حتى اليدين بحال هكا
تاخذوا بحال هكا وكديروا على البشره ديالكم. يعني طريقه سهله، ولا حتى كاع الا ما كنتيش غادي طيبي الرز غير ملي تكوني غدا معروضه، ديري واحد المعلقه ديال الرز الابيض تلقيها وخذي داك الكريم ديالها صفيها وخذي داك الكريم ديالها وديريه للوجه ديالك بحال هكا. بقاي بحال هكا كتماصي بحال هكا، راه بحال كديري في شي كريم مثلا ولا هانتمشوا بحال هكا. ضروري تبقاي بحال هكا تماصي. هانتوما البنات اماما انا غادي نديرو على الوجه ديالي ويديا ملي غادي نلبس البنات جليلتي وغادي نقاد حالتي، راه غادي نشارك معكم وغادي نقول لكم حتى فين غاديين، ولا لقيت كيفاش نصور راه غادي نصور لكم العراض ان شاء الله اللي غنمشيو ليها اليوم. عرض علينا لوسي وراجلي الله يكبر به، كبر بينا وعرض علينا، عرض علينا العشاء، عرض علينا العائله كامله ماشي غير حنايا. صافي بحال هكا البنات هانتوما، انا درت دابا هاد الكريم غنخليه في وجهي تقريبا واحد ربع ساعه بحال ما هكاك صافي، وغادي نغسلو. غادي نديرو حتى اليدين بحال هكا، كديري حتى اليدين كيرطب اليدين وكيبيض، راكم عارفين الفوائد ديال الرز ديال هكا. دابا هادي راه كتسمى كريمه ديال الرز هانتوما البنات بحال هكا، وغادي نخليه في وجهي وفي يدي كما قلت لكم 15 دقيقه ولا غير 10 دقائق راها كافيه. انا مع سادة عليا الكوزينه بنتي كتعيط عليا ماما 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 انا بنتي ساليت، انا ساليت صافي باش ما يبرسطونيش كنسد عليا الكوزينه، واخا راه معاهم باهم كاين ضروري ما كنسد الكوزينه باش ما كيبقاوش يبرسطون. صافي هنايا غادي نخلي هادشي واحد ربع ساعه عاد غادي نغسل. صافي هنايا غسلت وجهي غير بالماء، ما درت لا صابون لا والو، صافي مشات شعري كما شفتو، ودرت كحيله خفيفه وشويه ديال العكر ماشي بزاف، ما درت لا واقي ديال الشمس لا بوماده ديال الماكياج لا حتى شي حاجه، ما درت لا بودر لا والو، غير بهذاك الكريم ديال الروز. شوفوا تبارك الله وصنع بما شاء الله البشره كيفاش كترجع غزاله وبحال المرايه كيصفي البشره وكيرجعها زوينه ومجبده وكتلمع. ومازال ان شاء الله غادي نزيدكم وصفات بهذاك الكريم ديال الروز وغنزيد عليه واحد المكونات. المهم خواتاتي كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الكريم ديال الروز ملي تكونوا غاديين معروضين وتشوفوا البشره ديالكم كيفاش غترجع. شوفوا تبارك الله وصلى على النبي.